أكيد. أحبة المشاهدين، الفقرة الأخرى من برنامجنا فقرة قرار نهائي، خلونا نتابعها ونعود للضيف. شنو القرار النهائي اللي اتخذه قاسم حسون الدراجي ولا رجعته عنه؟ والله فاجئني حقيقة بالمونتاج اللطيف والصور الجميلة. المبدع علي مهدي، مونتيرنا الله المميز. الله يبارك فيه وانا احييه وتحيه شكر وتقدير للزميل. قرار نهائي يمكن على المستوى الشخصي لما تعرف في مشكلة التدخين والحنجرة، فاعتقد هو قرار نهائي قطع علاقتي بالتدخين بعد يمكن اكثر من 25 او 30 سنة اكثر، لانه من الثمانينات انا ادخن وقاطعته، لانه انا زعلان عليها يعني على الجيجاره. انا مو صحيا قاطعته، وانما قاطعته لانه ضحيت من اجلها هواي يعني، وهي ما ضحت لي لا هي اذتني، وانا تحملت في سببها مشاكل هواي، مشاكل على مستوى صوتك. الحمد لله افضل. انا استضافتك يمكن قبل سنتين نعم بالبرنامج، كان نعم صوتك وكان يعني وكان هو السبب ايضا على مستوى الشخصي. لكن القرار النهائي اللي انا اتخذه انه الحياه اثبتت خاصه مرض كورونا انه الحياه زائله وعلينا استغلال كل يوم وكل دقيقه. فقررنا انه ما ازعل من احد وما ازعل احد نهائيا مهما يكون. واذا هسه اريد ازعل منك بالبرنامج شلون صالحني؟ انا ما يعني انت لا تترك الناس مثلك. الله يبارك فيك، انت الافضل. الله طبعا الحياه زائله، بس احنا شو نقول لهاي الناس اللي اليوم تتصارع على مناصب ومصالح شخصيه، والله خاصه احنا والله استاذ مناضل بمجال الرياضه. نعم خلينا نعم نتحدث مجال الرياضه. نعم يعني اين من هم؟ كيد الرؤساء؟ اين الزعامات؟ اين الناس اللي ملكت عروش 35 سنه النظام السابق يحكم؟ اين انتهى الى يوم في يوم يعني انت خلافات وقطاعات وتؤدي الى رياضه عراقيه تجمد في سبيل يعني انتخابات تحترض، وهذا يقول قرار ولائي وهذا يقول قرار قضاء العراقي. يا اخي اقعدوا على طاوله مع البرلمان مع الشخصيه الرائعه عباس عليوي النائب رئيس البرلمان والاستاذ عدنان درجال الكابتن، واحل الموضوع بشكل ودي من اجل مصلحه الرياضه العراقيه. حتى اللجنه الاولمبيه الدوليه بعثت بالكتاب يعني ذكرت انه حلوا مشكلتكم بنفسكم. اكيد حلوا انتم عراقيين حلوا مشكلة. يا اخي يعني اذا قلت انتك مجال حتى عيب يقول ما اسمع اي راي ولا اتدخل، هذا موضوع شين داخل ولا اسمع ولا انطي راي، انتم حلوا موضوعكم وعيب. بعد هذا حلو اللي جاي يصير، ناس تريد تدخل بالقوه، منظر مخجل يعني شفت انا مخجل والله للرياضه العراقيه. انه هذا معقوله هاي كلها من اجل خدمه الرياضه؟ للاسف اتمنى عليهم انه يكون قرارهم النهائي اللي تفضلت به انه زوال المصالح الشخصيه على حساب. اكيد احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. صدق الله العظيم. العمر الافتراضي انتم وصلتوا للستين، ان شاء الله اعماركم خلينا نقول اطول من اعمارنا. العمر الافتراضي للنبي صلوات الله عليه وسلم والانبياء وكثير اهل البيت عليهم السلام. سلام الله. انتم وصلتوا يعني نقول حسن الختام، خلوها الناس تذكركم خير. المن تصارعون على هالمصالح هذه ودنيا زائله؟ فسحوا المجال، اتركوا ايضا اتركوا الرياضه للناس المختصين المهنيين، الناس اللي من الممكن ان تتذكرهم الناس بخير باكر عقبه يقدمون للرياضه العراقيه. استاذ حمود اقامه رياضيه كبيره، خذ فرصتك وكافي يعني 11 سنه، وايضا استاذ سرمد عبد الله خذ فرصتكم وما توفقتوا، والدليل انه ما حصل على اي وسام توفيق. يعني شلون نقيس او نقيم مليارات تقييم انه يجي على حساب وسام ما اخذه، فانطوا مجال للاخرين يشتغلون عسى ولعل.